إنها امرأة متزوجة منذ 15 عاما ولها 6 أطفال، وبعد هذه المدة علمت أنها رضعت مع أخت زوجها لأبيه، وقد سمعت حديثا في هذا المعنى يقول في مثل هذه الحالة: إن اللبن للأب. تقول: فإذا كان الأمر كذلك فماذا علينا أن نفعل الآن، وماذا عن أولادنا؟ ثم إنها قد أخبرت زوجها بذلك فلم يهتم لذلك الأمر، فما الحكم في هذا الموضوع؟ نعم، اللبن للأب كما ذكرت، هذه قضية لبن الفحل مسألة مشهورة بين أهل العلم، والصحيح أنها يثبت بها التحريم. لا. فإذا رضعت من إحدى زوجات شخص، فإن أولاد هذا الشخص، فإن أبناء هذا الشخص يحرم عليها التزوج به، سواء رضعت من أم الشخص أو من زوجة أبيه. لكن القضية المذكورة، ما دام العقد قد تم، حصل الزواج، فالأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح حتى يثبت وجود الرضاع المحرم، وهو 5 رضعات معلومات. فإذا ثبت أنها رضعت من زوجتي من إحدى زوجات أبي زوجها وجهة 5 رضعات معلومات، فإنه يجب التفريق بينهما وتحرم عليه، وما مضى يكون نكاح شبهة والأولاد يلحقون به. أما ما دام مجرد خبر أن هناك رضاع ولا يعلم كيفية هذا الرضاع وعدد هذا الرضاع، فالأصل بقاء النكاح، فهي زوجته ما لم يثبت الرضاع المحرم. على هذا، يعني متى تأكدوا أن الرضاع كان رضاعا شرعيا؟ 5 رضاعات فأكثر وفي الحولين، فيجب أن يفترق. نعم، والأولاد شرعيون بالنسبة لهم، وما مضى يكون نكاح شبهة. نعم، جزاكم الله خيرا.